وهو جوزك ما ياخدكيش معاه الغردقه ليه؟ عشان هو مش قاعد في الاوضه لوحده في الاوتيل، معاه تلاتة يعني في الاوضه، هروح اقعد فين؟ ايوه بس حماتك دي جحيم. مش حماتي بس يا تقى، واخواته كمان، اخواته زي العقارب، البيت كله جحيم. بلاش البصه دي والنبي يا عمر. صعب يا دلال، حتى لو حاولت برضه صعب. يا عمر لما انت اقرب واحد ليا في اخواتي وبتعمل معايا كده، امال الباقيين لما يعرفوا هيعملوا معايا ايه؟ هيشمتوا فيكي طبعا. ما قلنالك يا بنتي، قلنالك بلاش. ركبتي دماغك ورحتي اتجوزتيه من ورانا من غير ما نعرف، وقلت لنا هتشوفوا. ها يا ترى مين اللي شاف دلوقتي؟ احنا؟ ايه يا عمر؟ ده ليه محتاج اللي يقف معاها دلوقتي مش اللي يقعد يبكت فيها كده؟ الله. على فكره يا عمر، انا لو الزمن رجع بيا برضه كنت هتجوز هاني. يا بنتي هو انت عدوه نفسك؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. طب طالما انتوا اتنين عصافير بترفرفوا في الجنه كده، امال انت جايه تشتكي دلوقتي ليه؟ انا مش جايه اشتكي يا عمر، اعتبريني جايه اشرب معاك القهوه ونازله. لا نازله ايه؟ الله. ايه يا عمر؟ الله ما يصحش كده يا حبيبتي. انا مش عاوزك تزعلي مني، انا بقولك الكلام ده لان قلبي محروق عليكي. ليه تبقي كده؟ ليه تبقي واحده ماشيه في الشارع ماسكه شنطه هدومها مش عارفه تروح فين؟ ليه؟ الله، وهو فين جوزك من كل ده؟ قلتي له ان انت سبت لهم البيت؟ هقول لك على حاجه، اطلبيه لي وانا اللي هقول له. يلا. لا انا مش هينفع اكلمه دلوقتي، انا هبقى اكلمه الصبح وهبقى احكي له على كل حاجه. براحتك.